السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للإخوان اللي ما مكمليش 12 سنة دراسة وكيسولوا واش يمكننا نتسجلوا في القرعة ولا لا، علاش؟ لأنه من الشروط ديال التسجيل في القرعة الأمريكية خصك تكون قاري 12 سنة كاملة، وهذا الشيء راه هضرنا فيها الإخوان شحال من مرة وشحال من مرة وشحال من مرة. وزيد على ذلك بحكم التجارب ديال الإخوان اللي دوزوا هذه السنة هذه 2023 وكذلك السنة الماضية اللي ما مكملش 12 سنة دراسة كاملة، سواء خارج من الكاتريام أو من السانكيام أو من السيزيام، ما مكملش 12 سنة خدا فيزا مرفوضة. وحتى الناس اللي مكملين 12 سنه وعندهم الاثباتات، كاين اللي خدا فيزا مقبوله في يعني في نهار المقابله، وكاين اللي قالوا ليه اجراء اداري حتى نتاكدوا فعلا ان قريتي 12 سنه، وجيب لنا شواهد مدرسيه وجيب لنا البيانات ديال النقاط فيها الدوره الاولى والثانيه ديال 5 والسيزيام والباك، ويكون الامتحان الوطني والجهوي باين في ذاك البيانات ديال النقاط. عاد من بعد اجراء ربما ديال شهر ولا شهر ونص ولا شهرين عاد جاوبوهم، عاد عطوا لهم فيزا، طبعوا لهم الفيزا ديالهم. اما بالنسبه دابا لهذا السؤال ديال واش يمكننا نتسجلوا ولا ما نتسجلوش وحنا ما مكملينش 12 سنه، فهذا الامر عائد لكم الاخوان. انا غير كنوضح لكم الشروط ديال التسجيل في القرعه الامريكيه، وكنوضح لكم بحكم التجارب ديال الاخوان اللي تواصلوا معنا وبارطاجوا معنا التجربه، وراها التجارب ديالهم على القناه وعلى الصفحه، ما مكملينش 12 سنه وما خداوش الفيزا ديالهم. هذا الشيء اللي عطى الله خاصه في القنصليه الامريكيه في المغرب، ولكن تسجل ولا ما تسجلش الامر عائد لك اخي او اختي، وليس هالامور لكل واحد. السلام عليكم.